ما اتصورت. شو؟ ما اتصورت. انت ما خصك يا خي، ما تحكي لي. لا لا لا، عم بشربك. شرب شرب. قلت له الغبي ما يشرب. ولك شو مالك؟ خدي. بودي بودي بودي، القلب آخر فترة عم يسأل عن موها أو شو صار معه أو حتى شفيق شو عمل فيه. أخواتي أنا اليوم رح أتصل على شفيق وأسأله أنت ليش عملت هيك. إيدي بإيدي رايح أجيب موها عشان اليوم بدي يطلع من المستشفى. أنت بآخر فيديوهات كله عم يسأل عن موها، بليز كمل شو صار معه. أنا اليوم جاي لحتى تشوفه شو رح أعمل، وبالأحرى شوفوا شو رح أعمل بس أتصل لشفيق وبس أروح عند موها. طيب أنا ما بدي أطول عليكم بالحكي كتير، خليني أتصل على شفيق عشان أسأله أنت ليش هيك عملت او شو قلت بالكلام لحتى هيك اغمى عليه. طيب اوكي انا هلا رح ادق له، بس قبل ما ادق له اخواتي ما تنسى اللايك على الاكيد. في واحد تحدانا انه مستحيل تجيب ال 100000 لايك. اخواتي احنا ما حدا بيتحدانا، رح نجيب ال 100000 لايك اكيد. كل واحد يكبس لايك وما تنسى كمان سبسكرايب على القناه وتفعيل جرس التنبيه. يلا رح اتصل على شفيق. اوكي اخواتي رح ادق له، ما رح تفرق معي. يلا ها، ما رح تفرق معي يا زلمه. خلص طفي يا زلمه، بالله عليك دايما بتوقع لي بهالمصايب يا زلمه. يا زلمه عادي يا زلمه، شوف تفرق معنا نحن عادي. شوف خوت يا زلمه. لا 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 الله، شوف عرفنا عنك. ايه قفل، حرجع ادق له ان شاء الله يرد. لا بديش يرد يعني، ما هو وزير الوزراء. خد لك هلا، ضلوا يقفل بوجه ليك القصه، ضلوا يقفل بوجه ان شاء الله يرد. الو، رد رد اخواتي. الو. هلو بودي. ايه انا بودي، صح انا بودي. انا دقيت لك هيدي لثالث مره، يعني ثالث مره بدق لك او رابع مره، وصراحه هاي المره دقيت لك لحتى اعرف شو صار بالتحديد مع صاحبي موها. صاحبك موها؟ ايه مع صاحبي موها. انه ليش هيك عامل معه اخر فتره، او بالاحرى يعني اخر مره دقت لك فيها انه ليه هيك صار معه. صاحبك بده يصير شفيق حبار. شو هذا الحكي؟ مش مزبوط يا زلمة، اعوذ بالله. لا والله ما مزبوط يا اخي، طول بالك خلينا نعرف. طب انه ليش هيك عملت؟ قد العالم كله تصير يا باطل. اسمع اسمع، طب اسمع، نفسي اعرف انت شو حكيت له بالضبط لموها لحتى هيك انه صار فيه، انه شو الكلام اللي حكيت له اياه؟ ما فيني احكيك بودي. اوف، ومعقول هذا الشيء انه بخليه هيك يغمى عليه؟ اكيد كله هبل بهبل يا زلمه، اقسم بالله بودي مش هبل. لا مش هبل على فكره عبد، هذا شفيق. ولا شفيق ولا هم يحزنون. بعد ما خليه اسكت يا خيي. طيب ليك انا حاليا رايح اجيبه لشفيق، قصدي مين، راح اجيبه لموها من المستشفى، بس ان شاء الله ما يصير له شيء. توعدني؟ بوعدك. اجت قفله مع العالم يا خيي. طول بالك يا خيي، خلينا نفهم منه شو بودي. خبرتك انه وعدتك. طيب طيب ماشي ماشي ماشي، بس خلص وعد على اكيد ما بتعمل له شيء بودي. صاحبك اذاني يا خي، هو ما عزاك بشي لهيك بتعمل معه. ما يخوف شلبي. انت ما عارف شي بودي. طيب 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 ماشي، انا معك بكل الاحوال، بكل الاحوال معك. خلص يعني نهيناها القصة. اوكي طيب ماشي ماشي، مثل ما بدك. كل الخط يا زلمة، مين عم تحكي انت؟ طيب طيب يلا طيب يلا، باي 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 باي. وقت هلا احنا من حاليا يعني رايحين انا وعبد لحتى نروح نجيبه لموها من قلب ال، شو اسمه؟ انتبه، في سيارة، في سيارة وراك. يلا رايحين نجيبه لموها لحتى ناخده من المستشفى ونعرف شو صاير معه بالضبط. اوكي رح ننطلق. لا شوي زفه. اوكي اخواتي نحن هلا ماشيين ورايحين لحتى نجيبه لموها. اخواتي صار له ساعة، صار له ساعة ناطره على اساس انه هو هيا هيا هيا، زمر له زمر له هيا هيا اخواتي هيا. تعال خلصنا، عرفنا شو موها. شو لا تصور، ما تصور. شو؟ ما عاد صور يا خي. لا انه ما عاد اصور شيء انا. طيب يا خي صار لي ساعة ناطرك هون. انا ما عاد اصور شيء يا خي. اسمع اسمع اسمع، انا حكيت مع شفيق وخبرني كل شيء. خلص اطلع من راس انت يا خي، خبرني. اسمع طيب خلص، بس نوصل على البيت من روق وبس نصف. طول بالك هلا بس بنحكي كل شيء. يلا لحظة. اوكي اخواتي انا حاليا قاعد حد بيتي، والصراحة ما بعرف ليش موها شوي هيك صاير عصبي طول الطريق، يقعد ينق فوق راسي ما بعرف. انا لو سمعت انشلت لك.
شو؟ انا ما قلت لك اطفي هاي ال خليش خبص بالحكي بودي. سؤال معي انت ليه ضايق اخلاق؟ قلت لك ما تضوي الكاميرا. خبص المايك يا زلمه. انت ما خصك يا خي ما تحكي لي. خلوه حبيبي من بعض يا زلمه. صاحبي انت شوي ما قبل قبل قبل. شوي انا ظني هيك واقف يعني. ايه لو سمحت ما تحكي انا ماشي. طول بالك بيني وبين القصه عادي. خلص الصفر. انا مش شخص يأذيني. شو انت شو بتعمل؟ انت رد علي. طيب رد علي. انت لما شخص يجي يأذيك ويعمل لك اشياء بتأذيك شو بتعمل؟ ولا شيء. انت هلا انت فهمنا انت شو كله هبل ببل هي. اسمع 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 عادي هبل ببل شو؟ اسمع جرب اعمل لعبة يا خي خلينا احكي جرب اعمل لعبة خلينا احكي احكي تفضل هاي كاميرتك احكي قدام يا خي الفيديو ما بينزل لازم ينزل رفع لك قضية لا رفع لك قضية بدي انزله بدي اشخص الموضوع هاي انا عم اقول لك لأنه انا انأذيت اعمل اللي انا عملته الصراحة انا مش عارف شو عم بصير معه لموها وليش معصب يعني ليش مشخصها هبل يعني شو بده يكون يعني شو بده اوكي يمكن انأذى منها القصة يعني شوي بس ما بعرف شو هذا هبل هذا هبل ايه اعمل اللي انا عملته ورجيني هلا بدي اعمله ورجيني الهبل هلا بدي اعمله شوف ما حيصير في شيء انا قلت لك هذا الفيديو ما بينزل طول بالك طول انا بديش اطلع بديش ينزل هو عامل فيها انه انسان سوبر هيرو او سوبر مان انا سوبر مان انا سوبر مان هاي كل هبل هاي تضحكوا على العالم يا معلم انا احنا نضحك العالم اذا مش كل هبل هاي ما هو قد ايه عندك انت عنده مليون ونص كل اللي شافوا الفيديو الا انت هبل ها اه انا هبل وانت اللي خلف الكواليس انا حاطه قاعده براسي انه كله هبل يعني انت بعدك عم تحكي يعني انه انا قصدك كسرت على المتابعين وقدامه مليون ونص انا شفت هذا الشيء انا شفته باخر مقطع انتم نزلتوه على اليوتيوب يعني احنا قصدك انه احنا كذابين انتم كذابين وكل هذا الشخص بده يعمل حاله عم يتفلسف واللي صار كله معموها هو كله كذب كله هبل وعم تضحك على المتابعين شوي طب ليش اسمع ما بتسمع اسمع شو اثباتك انا شفت المقطع من وين جبتوا هاي المشروب اللي انت جبتوه هذا انت طلبت من موقع المسلم قصدك مشروب طاقه انا اخذته وينه هي هلا بجيبه هي شوفوا هي هذا هو طب يلا اشربه هلا بشربه لا برا ما تشرب حبيبي لا برا برا بتشرب هلا بشربه برا ولا حيصير فيه شيء كله ببل طب اسمع ولا حاسبت للوقت اسمع 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 انت صاحبي وكل شيء انت صاحبي وكل شيء بس انا مش مسؤول عنك اذا انت شربته ولا انا ليك على مدمخ ماشي ولا شيء حيصير فيني هلا انا مش مسؤول عنك ولا حيصير فيني شيء كله هبل بهبل كله كذب طب يلا اطلع اشهر اطلع اشهر ولا حاسبت للمتابعين انه انت كله كذب كذب طب يلا اطلع اطلع صور صور ما راح اسوي كل شيء يلا اطلع صور بودي يلا الله قفل قفل من عندك قفل خلاص يلا روح عندك روح يا خيي قفل من عندك قفل قفل من عندك قفل انا مقفل من هون قفل قفل انا مش عارف كيف بده يعملها قفل من عندك انت انا مقفل كل شيء لا عم بشربك شرب قلت له الغبي ما يشرب قلت له ما يشرب لك شو عم بيصير معه قلت له ما يشرب اخوات انتبهوا شو عم بيصير معه ايه قلت له ما يشرب ايه ولك شو معه بودي شو؟ لا كيف هيك؟ كيف هيك؟ لا سكر 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 واص ايش عندي؟ قفل 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 ايش عندي؟ ايش عندي؟ لا عبد اصحى لا اصحى لا مقفل وين؟ شو عم يعمل؟ لا بعده خلوه بعده لا طلع السيارة ولك طلع السيارة